استعير جملة واحدة لسيادة اللواء نائب الشهود خبير الاستراتيجي اللي كان بيكلم الشباب اللي عندهم الطاقة والحماسة واللي هيبنوا البلد دي، وكان بيفكرهم بحاجة واحدة بيقول لهم انت لما بتشتري لابتوب جديد وعايز تستخدمه ما بترميش الكمبيوتر القديم اللي عندك اللي عليه داتا كتير قوي لما هتروح على مدار سنين. في هارد ديسك في الكمبيوتر القديم ده انت تدخله معاك وتنقل الداتا بتاعته على اللابتوب الجديد. اعتبرونا الهارد ديسك القديم الكمبيوتر القديم اللي موجود فيه داتا اتجمعت على مدار سنين. احنا سعداء بان اللابتوب ده يحل محلنا وانه ينطلق وانه يمشي في خطوات احنا مش هنقدر نواكبها، ولكن ما تنسوش ابدا ان احنا عندنا خبره هنقدر نديها لكم وهتفيدكم. ودايما افتكروا ان واحد زائد واحد مش بتساوي اتنين، واحد زائد واحد بتساوي ثلاثه واربعه وخمسه، وكل ما هنتجمع اكتر مجموع اللي هيتجمع ده اكتر من المجموع الحسابي للارقام. لما نكون خمسة هنشتغل على قد عشرة، لما نكون عشرة هنبقى 15 وهكذا. أتمنى لكم نجاح وحفظ الظبط وصياده، ودعوني أخذ مكان وأنه نافذ الأنبا تلبس سيادة الدكتور أشرف بيه. تفضل يا فندم ونختم تلبس إن شاء الله. تفضل يا فندم.